انت قلتي هناك سيدة فيها صرع، نعم. شنو بالله شنو سؤالك ايه؟ إيه، في سيدة سألت، قالت بأنها هي والدتها بيجيها صرع، فلما يجيها بيعطوها قنينة عطر يعني بيشربوها هو العطر. الفكرة، لا انت من ارسلتي لي السؤال، انا اريد اناقشك، هم كيف يعرفون الصرع؟ يعني ما هو تعريف الصرع؟ يعني هي والدتها، مو هو ممكن مو صرع. بصي بصي، مو هو انا ليش اريد اوقفك من فضلك لو تسمحي لي؟ نعم، لان يعني هم عمموا الكلمه، قال لك صرع صرع، طيب مين قال هي عندها صرع؟ شوفوا شوفوا، ممكن هي ترى كائنات كونيه. بيقولوا هما جن، بيقولوا بها جن، لأنه لا الناس اللي مش فاهمين بيقولوا جن. لا شوف، لا 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 لا، ما نعرف، ما اعرف، هو الكلمه هاي مو صحيحه. يعني مثلا انت، هي والده السائله، نعم. تقدرين تسألين لها هذا التسجيل؟ ايه نعم استاذ. طيب هي يعني اذا حتسمعنا، ايه يعني هي كيف انتم اثبتوا انه هو صرع؟ يعني هي الوالده هذه اذا شاهدوها مثلا تتكلم او تصرخ او ما اعرف، ليس معناه انه صرع. الصرع كلمه طبقوها على الناس، ممكن مو صرع هو. يعني المهم هي بالله استمري. ايه يعني هي بيجيها حالات من الهيجان، يعني حتى بتقول ما يقدروش عليها 20 راجل ممكن يحبوا يوقفوها ما طيب، هذا يقدروش من هي يشربوا. تقول، مو هو شنو المسألة بالسؤال؟ يكون السؤال يكون قصير ومختصر. طيب شنو نوع الهيجان؟ يعني مثلا، وهل مستمر؟ يعني نصف ساعة؟ يعني هي شنو تصرخ مثلا؟ تقول شنو نوع الهيجان؟ 5 دقائق هيجان، بس دقيقة دقيقة، مو هي حتسمع التسجيل. كل أسبوع هيجان، كل يومين هيجان. طيب هل ترعش بالهيجان؟ هل عيونها تصعد فوق؟ انتبهوا انتبهوا، هل حرارتها تزداد؟ ما تذكر هذا. شوفوا، وهذه احنا شلون نعرف؟ لازم هاي التفاصيل. يعني هل عيونها تصعد الى السماء؟ وكرر، هل جسمها يهتز؟ هل حرارة جسمها تزداد؟ ماكو هذا بالسؤال. هم بالسؤال صرع وباي باي. لا مو صحيح، بس خلي استمري بالله. اي يعني هي بيصير عندها هذا، بتصير قوية جدا، يعني حتى ما يقدروش عليها، فلما يجيبوا لها قنينة العطر يشربوها هذه القنينة تصير هادئة جدا وتقوم كأنه لم يكن شيء. فهو السؤال هو، ما هي علاقة العطر بهذا الشيء، يعني اللي مثلا أنا يحدث جاي هذا؟ أشعر أنه هاي الوالدة، ما مو مو مسألة الصرع، هاي جاي يصير عندها اتحاد طاقي كبير جدا من الكون، وهم لأنهم لم يدرسوا العلوم الكونية، هاي الوالدة لم تدرس العلوم الكونية، تمام؟ ربطوها بالجن وربطوها، أنا أعتقد جاي يأتيني أنه هذه، أعتقد من هي الطفلة؟ والدة السائلة، خلي تسمع هذا التسجيل، أنا متأكد 1000000%. والدة السائلة عندها اتصالات كونية أو يسموها اتصالات طاقية في وعيها، بس أهلها ربطوها بالصرع. You see؟ حقيقة اتصال طاقي. ومسألة العطر جدا بسيطة هذه. فهو من يصير هذا الاتصال الطاقي القوي، فهي تأخذ هذا العطر، تمام؟ تهدأ هدوء، يعني تشعر هيك شوية بالاسترخاء بالهدوء، لا أكثر ولا أقل. يعني سر العطر أنه يهدئ هذا الاتصال القوي. هسه أقول لك حاجة، أقول لك حاجة، انتبهي انتبهي انتبهي، هسه أنا مو أمارس الرياضة الكونية، تمام؟ نعم. أو الرياضة بصورة عامة، ليش بعد الرياضة؟ يعني شوفي كل الرياضيين، شوفيهم شوفيهم بال بال شوفي أي رياضة أثناء الريست يشربون ماء، نعم. أو أثناء الريست يغسل وجهه بالماء، نعم. لأنه بالرياضة أيضا هذا اتصال طاقي عالي، فالماء أو العطر يهدئ، نعم. عامل تهدئة عظيم، عامل نعم. تهدئة عظيم. الماء، بس أقول لك بالله انتبه علي، الماء
الموسيقى مو يعني هو فقط العطر، العطر، الماء، الموسيقى نفس الشيء، المساجات، ها مساجات الجسم، السباحة بالبحر أيضا عامل تهدئة، التمشي بالحديقة. يعني مثلا هي هاي والدة السائلة، ها مثلا ممكن لو تتمشى بحديقة ممكن تهدأ أكثر. بس أنا باعتقادي أكرر، يعني ممكن هي تسمع التسجيل، إنه هاي والدة السائلة عندها اتصال طاقي، مو مسألة جن لا، لكن باستمرار، انتبه انتبه، باستمرار 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 الاتصالات الطاقية، الوالدة مدارسة فربطوها بمسألة صرع وجن. ما أعتقد، لا ما أعتقد مو هكذا، إلا إذا إنه ترسل لي هذه السائلة، من يصير إذا فعلا صرع، من يصير هل عيونها تصعد فوق، هل يرجف جسمها، من ما أعرف، ما أعرف، ما أقدر أجيب، يعني ما نقدر نقول هذا صرع لا، إلا لازم نعم. إلا. وحتى بالصراخ إيش تقول يعني بالهيجان، هل شنو الكلام والهيجان بتاعها، هل هو مستمر يوميا أسبوعيا كل دقيقتين، ما أعرف you see إيه نعم، هكذا يعني. يعني أستاذ ممكن يكون أحيانا أرواح معلقة، ممكن تكون في بعض الأشخاص تعمل هذا الشيء. بوالدة السائلة لا مش هي بالضبط، يعني بعض الناس يكون عندهم مثلا مثل هذه الأعراض، فأحيانا ممكن يكون وهي ما أرواح نعرف معلقة. شنو الأعراض، شنو الأعراض، وهي ما ذكرت بالسؤال الأعراض. أنا أتكلم معك الآن على أعراض أخرى أنا شفتها، مثلا في إيه شخص أنا أعرفه لما كان يسقط بهذا الصرع كان بالفعل يرفع عيونه ترجع ورا ويبقى يتكلم بعدة لهجات، يعني بعدة لغات، ايه ويكون بالفعل لا عنده هذا قدرة. مو صرع، لا لا هذا مو صرع، هذا ايضا اتصال طاقي من كائنات. لا 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 لكن بيكون عنده عدوانية أستاذ، بيكون عنده عدوانية، مثلا ممكن يضرب اللي هم بجنبه، ممكن يبدأ يكسر أو يضرب الأشياء اللي قدامه، فيه بيكون عنده شيء هكذا مش عادي. هذا موضوع، اي نعم، انا ناقشك، هذا موضوع اخر، هذا التملك، هذا صح، إيه هذا تملك، تملك كائنات سلبية، هذا صح، لكن هذا العلاج ماله أيضا بسيط ترى، هذا صح، هذا إيه هذا صح، إذا هيك صح. بس هاي والدة السائلة ما أعتقد عندها عدوانية، عندها عدوانية؟ لا مش عارفة بالضبط آه أستاذ. إحنا ما عارفين. إيه نعم بس هناك هاي النوعية اللي أنت ذكرتيها، نعم هذا معروف التملك موجود صح. هي تتملكه كائنات، تكون كائنات سلبية، مو هذا هو أيضا فيه عمق، يعني أيضا مو يشترط أن تكون كائنات سلبية، بس ممكن جزء منه ممكن تكون كائنات سلبية، وممكن العدوانية مش من كائنات سلبية، ممكن ممكن تكون يعني. حالات نفسية. لا مو هي الحالة النفسية أيضا كائنات سلبية، هي فقط تبديل الكلمة، يعني عم نقول حالة نفسية، تمام؟ يعني احنا نبدل الكلمة، نقول حالة نفسية، بس هي التملك، هو تملك. لكن أنا أريد أفهمك أنه التملك مو يشترط كائنات سلبية، شوفي مرات تكون كائنات تائهة آتية من هذا اللي أكوان نقصده. أخرى ضائعة ودخلت بهذا الإنسان، هذا يصير ترى، نعم يعني مو يشترط كائنات سلبية، فاهمة علي؟ إيه نعم أستاذ فهمك. وممكن أيضا تكون روح معلقة تائهة ضائعة، مو يشترط كل شيء نربطه بكائنات سلبية، بس هو بصورة عامة صح هذا التملك. بس أريد أن أقول لكم، أحد يسمعني، التملك مو يشترط يكون كائن سلبي، خطأ لا. هناك حتى هناك روبوتات ضائعة، تعرفين؟ نعم نعم، روبوت كائن يعيش يحس يفكر بس ضائع ويدخل إلى الأرض، نعم روبوت ما عارف شنو القصة، بس الناس يعني لأنه جزء مدارسة فيربطوها بالجن وعفاريت، لا ممكن روبوت ضائع، نعم روبوت ضائع. وحتى هذا العلاج بتاعه مو يعني ما مو صعب لا، إنه
التكلم مع الكائن السلبي إذا كان كائن سلبي، وتهدئة الكائن السلبي، تهدئته. شوفي شوفي، لأن الكائن السلبي خاصة إذا كان ضائع، وهذا الضائع هو خائف، يعني كائن سلبي هو خائف لأن ضائع، لأن جاي من أعماق الأكوان وداخل الأرض وما بيعرف شنو القصة، الجو، المناخ، نعم مختلف. فهذا يحتاج تطمينة، تطمين. شوفي، علاجات التملك سهلة حقيقة، ممكن هذا يصدمك الجواب، نعم، بس مش بالتعنيف. خطأ يعني، اخرج 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 وفيه، لا لا، مو هكذا، مو هكذا، اكو يعني كلمات تعنيفية، بس مرات بالتهدئة ومناقشة هذا الكائن وتفهيمه انه محبة وانه ضوء وانه داخل بمكان خاطئ، وما في شيء إذا هو ترى يترك هذا الجسد. نعم، هكذا، ونرسل له ممكن ضوء الأكوان بالحوارات. أنا قلت في حلقات، انتبهوا كل واحد يسمعني، أنه الكون هو كون تحاوري. أي مشكلة عندك، شوفوا، أي مشكلة عندك، كل واحد يسمعني، أي مشكلة عندك افهمني أنه بالحوار مش بالتعنيف، سواء مشكلة مادية، سواء كائن سلبي، نعم حقيقة. وهذا مبدأ الاندروميدان الأول. شوفوا، انتبهوا، شوفوا احنا وين رحنا، حتى بمسألة التملك بالحوار تنحل الأمور. أي، لأنه مرات هذا الكائن السلبي هو ما فاهم الوضعية، لأن هو يريد يخرج وما عارف. نعم، موجودة قصص، بس العلاجات تكون خاطئة، يربطوها بالجن ويعنفون الإنسان ويتكلمون بقوة. شايفتهم موجودين باليوتيوب. You see؟ بخصوص هؤلاء اللي يدعون يسمون مسلمين، هم بيعملوا هذه الطرق، فبيبدأوا يضربوا حتى يضربوا الشخص لا بال خطأ، لا، خطأ جدا، لا هذا خطأ، خطأ هذا مش، لا 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 لا، مرات الكائن يعاند. اي موجوده، يعني مثلا كل ما تهدي يعاند يعاند، بس هذا لانه وعيه محدود، فهو بالتفهيم. اي بالتفهيم، بالتفهيم، وحقيقه الحوار جدا مهم. فانت تحاورين كائن نعم وتوضحين له انه هو محبه وهو ضوء وهو جاي بمكان خاطئ ويخرج ويترك، وعنده فرص عظيمة. ونطلب أيضا من زعماء وزعيمات الأكوان، شوفي، أن صح يساعدوه على الخروج، حتى ممكن نطلب من الاندروميدا أن يأتون الاندروميدا، طبعا ويهدأ الشخص، يهدأ ورا شهر شهرين خلاص. إيه هكذا يعني. أوكي، الكون العظيم يبارك والدة السائلة هذه، خلينا نصلي من أجل هذه الوالدة، تسلم الخير والمحبة وتمتلئ بالضوء، بالفرح، بالهدوء، وتعيش كل حياتها بصحة وخير وسلام أبدي، وأفراح الأكوان تملأ حياتها وتملأ حياة السائلة هذه وتملأ حياة كل إنسان في الأرض. أشكرك مرة أخرى، تقبلي تحياتنا. أنت عندك حالة أيضا، لأن نريد نربطها، أعتقد هذا الجزء الثاني، هذا النقاش مهم جدا، وشاركوه قنواتكم الكونية. أنت قلتي أحد أقربائك قبل سنة كانت تأتيها حالة الهيجان، هل كانت تصرخ؟ نعم كثير. وأتيتي، قلتي أتيتي لها بمعالج طاقة نعم بيعالج ولم الطاقة. تنجح، يعني هو لم ينجح، ممكن تستمرين، لا لم وبالتالي أنت ينجح. وجدتي أنه من المهم أنك تستدعين عائلتها الكونية، ممكن تحدثينا بالله؟ نعم أستاذ، هو إيه؟ نفس اليوم اللي هو كان يعمل معاها يعني حصة بأنه هي يحاول يعني كانت ترجف ترجف وتصرخ. إيه ترجع، ما يقدروش عليها أستاذ، يشدوها من إيديها ومن رجليها وهي ترميهم كلهم يعني بقوة. كان عجيب، هاي قبل سنة. إيه نعم طيب، وهل تتكلم شنو، شلون كان بالله الكلام، صوتها اي كلام كان، مرة تتكلم مش مفهوم؟ ألماني، مرة تتكلم ألماني، مرة تتكلم بلغة مش مفهومة، مرة ايه تتكلم إنجليش، مرة تتكلم عربي، كل مرة زين، شنو الكلام نوعا ما، تقدرين ولو كلمة، يعني إيه مثلا هل مثلا كلام تقول، إيجابي أم كلام سلبي؟ لا هي تقول مثلا تقول للأشخاص الموجودين أنت عندك كذا وأنت
عندك مشكل كذا وانت في كذا وانت عندك سحر، فاهم استاذ؟ هذيك هذه اي الامور المعروفه قص بيعملوها وتصرخ المسائل، كانت. اي ايه وتصرف، ايه. اي طيب، هذا المعالج كيف كان يعالجها؟ يعني بأي نوعية تقدرين توضحي؟ هو بيعمل صوت الام، بيعمل صوت هو الام، اي ايه، وبيعمل حركات هيك يعني بايده، على يعني كأنه يحاول يخرج الطاقة منها. طيب، ولكن وانت هو كنت معاهم تراقبين الوضعية، نعم، أنا معاهم بالفعل، وانت في وبالفعل ذلك ما الوقت انت دارسة العلوم الكونية، تمام، إيه نعم نعم وعندك أستاذ، اتصالات مع الاندروميدا انا اعتقد، مو إيه نعم أستاذ، أكيد إيه. فبالفعل أنا شفت الوضع أنه غير مجدي، هذا الشيء اللي بيعمله هذا الشخص لا يجدي نفع، لأنه ساعتين وهو بيحاول لكن الحالة ما زالت في هل رش هياجها. عليها الماء؟ لا، ما رش عليها الماء. ما رش عليها الماء. اي نعم، فبالفعل أنا لما شفت هذا الأمر أنا قلت لازم أستدعي عائلتها الكونية، فبالفعل أنا استدعيت عائلتها الكونية، اللي وبالفعل هي من حضرت الاندروميدا، تمام اعتقد، عن أندروميدا، اها، فبالفعل حضرت يعني عائلتها عائلتها الكونية. الكونية هي من الاندروميدا، فقط إيه للتوضيح. اي نعم أستاذ، إيه من أندروميدا، اي فحضرت عائلتها الكونية بالفعل، وحتى الشخص المعالج شافهم، طيب شافهم انت كيف وسألهم. عرفتي؟ بس عندي في السؤال بالله، بس حتى للتوضيح اقصد، ممكن الناس الطلاب الجدد حتى ياخذون فكره على الموضوع، انت كيف عرفتي؟ يعني ممكن شخص يسالك كيف عرفتي انه عائلته الكونيه حضروا؟ لأني أنا استدعيتهم بقوة، اي وبالفعل لما حضروا حسيت بيهم أستاذ، لأنه كأنه نزول وجودهم في شيء، البيت. أي وجودهم في البيت كأنه شيء عظيم نزل، يعني مش شيء عادي، لا شيء تحسه حتى في غير جسمك، طاقة في الغرفة أو في أي البيت. إيه؟ طاقة قوية. نعم، إيه؟ وحتى الشخص المعالج اللي هو بيعالج بالطاقة حتى هو شافهم إيه؟ وقال لهم من أنتم، يعني هو بالفعل حس بهم. آه، هو شافهم أو عرفهم. ايه ايه أو ايه حس لانه بهم، نعم. هو بيتعامل مع مرشد، هو عنده مرشد بيكلمه، آه. فبالفعل هو المرشد تاعه هو اللي قال له انه في طاقات اخرى موجوده، فهو أجي. سالهم قال إيه؟ له من انتم؟ هل انتم جئتم يعني محاربون ام مدافعون؟ فقال له نحن جئنا ندافع عنها. الله 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 الله، كل واحد يسمع، عجيب عجيب. نعم إيه؟ نعم أستاذ، فمن ذلك الحين بالفعل هو شكرهم ذاك الشخص، إيه؟ وقال لهم هل ممكن يعني قال لهم هو أنت ممكن يعني تعملون معي، فهم ما جاوبوه، فما جاوبوه في تلك اللحظة، فخلاص هو جاوبوه أنهى. جاوبوه. لا، ما جاوبوه، لا إيه؟ لا، فهو بالفعل أنهى ذاك اللقاء بالفعل، أنها هي هدأت ورجعت لوعيها وخلاص، ومنذ ذلك الحين لم يحدث لها ذلك الشيء لحد الآن. الله عجيب. وأنت نعم، قلت أيضا قبل التسجيل أنه هي ترى عائلتها الكونية إيه نعم، كمركبات كونية باستمرار إيه بسماء نعم، الأرض نعم تراها، أينما نعم، هي تذهب، يعني إيه نعم، حتى لما تكون مسافرة بتشوفها كأنها ماشية معاها في السيارة، عجيبة. هاي إيه عجيبة. نعم. طيب نعم، وشنو تقولين، مرة كانت تشوف خيالات بالغرفة وأنت قلتي لا هاي عائلتك الكونية؟ إيه كانت تشوف خيالات أحيانا، تقول لك أنا بشوف كأنه مر شيء من هنا أو مر خيال من هنا، فأنا قلت لها ما تخافي، هذوك عائلتك الكونية معاكي، ما تخافي. وهسه هي كيف حالها يعني بصورة عامة؟ نشطة لا، مرتاحة؟ هي بخير جدا الآن، إيه؟ وهادئة جدا، يعني بكل يعني صحة وعافية، لم يعد أي شيء من ذلك إيه؟ يحدث الآن. وهي تدرس العلوم الكونية أنت قلتي أيضا، يعني هي نعم عندها الآن أستاذ، دراية ب نعم على مود عندها، الأندروميدا والاتصالات الكونية وعلوم الوعي. نعم أستاذ، إيه. الله نعم مدهش، هذا مدهش. طيب خلي نباركها رجاء، ممكن هي تسمع التسجيل. أمين الكون يحفظها والكون يباركها، وعائلتك الكونية معك إلى الأبد، اطمئني وافرحي. اي وهاي عائلات الاندروميدان، هاي كائنات اندروميدان، كائنات عظيمة، وعدهم يعني أقصد الجذور بتاعتهم يمتد إلى زعماء وزعيمات الأكوان، وهم يشرفون عليك. هي ممكن تسمع هذا التسجيل لاحقا، أعطيها هذا التسجيل رجاء، وهم أمين يشرفون عليك ويحموك حماية أبدية.
اطمئني كثيرا، كل حياتك بالأرض تعيشيها في يعني خير وسلام ومحبة. فقط اسمعيني، فقط ثقي بنفسك نعم وثقي بالأكوان، واعرفي أنت ضوء الأكوان. مهمة جدا كل واحد يسمعنا الثقة، إنه نعم هاي أكوان، أكوان المحبة، نعم وهاي أكوان هي أكوان السلام، وحتى نعم كل الكائنات السلبية يجب أن ترجع إلى الضوء، ما يبقى واحد كائن سلبي لا بالأرض ولا بالأكوان أبدا. نعم والأرض تعيش تحرر، الأمان يزداد، الخير يزداد، وهي هذا مهم، إنه الإنسان يركز على كل شيء فيه خير وكل شيء فيه محبة. فهي هذه ممكن تسمعنا، ركزي على كل شيء فيه خير وكل شيء فيه محبة وكل شيء فيه سلام، واعرفي أنت المحبة وأنت السلام، والكون يبارك حياتك أينما أنت تكونين. تقبلوا أيضا كلكم شبابنا، الكون يبارك حياتكم، تقبلوا تحياتنا. أكو طالبة تقول إحنا نفس المصدر أو من المصدر، أنا أجبتها قلت لا إحنا أكثر. نعم إحنا من المصدر، هذا موجود بالإنترنت، إحنا من المصدر بس إحنا أكثر. أنفاسك هي أنفاسي، أرواحنا، روحك هي روحي. انتبهي انتبهي، شوفي، روح الشجر هي روحي، روح النهر روحي، روح الجبل روحي. إحنا عندنا في أعماق الأكوان اتحاد عميق جدا، ما جايين تشوفوا أنتم، جدا عميق هذا الاتحاد، فمو فقط من المصدر. وهذا ينقلنا إلى نقاش مهم حول مصير المرأة ومصير الرجل بالأرض، وخاصة بالشرق. بالشرق أكو ظلم للمرأة عميق، وهذا مو دفاعا عن المرأة، أنا ما أدافع عن المرأة ولا أدافع عن الرجل، أنا جاي أوضح للناس العلوم الكونية المهمة. الأكوان يا شبابنا، الأكوان، ها يعني من نقول الأكوان العوالم المنظورة والعوالم الغير المنظورة، المادة هاي أمامكم، الكواكب، النجوم، الأكوان، هناك الطاقة الذكرية والطاقة الأنثوية في التكوين. انتبهوا إلى الذي أقوله، الطاقة الذكرية والطاقة الأنثوية، الخالق والخالقة. خطأ تسمية الخالق بالدين الإله ذكري، هذا خطأ كبير جدا، ماكو هيجي شيء. خلي نرجع، الطاقة الذكرية والطاقة الأنثوية، الطاقة الأنثوية هي رمز الاستلام، استلام التخطيطات من الطاقة الذكرية. أكرر، الطاقة الأنثوية هي رمز استلام التخطيطات والتصميمات من الطاقة الذكرية، والطاقة الأنثوية بدورها تخلق الأكوان. فالأنثى، الطاقة الأنثوية هي الخلق، فالمرأة، المرأة بالشرق بالغرب هي المنتجة الخالقة. شوفوا هاي المرأة، الرجل الطاقة الذكرية هو المخطط، كيف ها يخطط في التنفيذ، من المنفذ؟ الطاقة الأنثوية. ولهذا مثلا انتم تجدون بالزواج، الزواج ما يتم الا بوجود الذكر والانثى حتى يحدث الانجاب. زين، الانثى تستلم من الذكر، شوفوا اي. فبالاكوان، لا يتم التكوين بغياب الانثى، ما تصير، لان الذكر ما يقدر يخلق. انتبهوا انتبهوا، مثل الزواج بالأرض نفس الشيء، ونفس الفلاح والأرض، الأرض هي الطاقة الأنثوية، هي تستلم البذور من الفلاح، الفلاح يخطط. شوفوا، طيب مين اللي يخلق هاي بالزراعة؟ الأرض هي اللي تخلق، إذن الأرض المستلمة، الطاقة الأنثوية، كل سيدة تسمعني، أنت المستلمة، أنت الخالقة، ومن الذي يسلمك؟ الطاقة الذكرية. فيجب أن يكون توازن تام ما بين الرجل والمرأة، التساوي التام، لا الرجل أكبر من المرأة ها وأقوى من المرأة وأفهم، ها خطأ، ما تصير.
ولا المرأة تقفز فوق الرجل وتكون على أساس هي الأفهم والأقوى، أيضا خطأ. أي اختلال ما بين الطاقتين يحدث خلل بالمجتمع وبالأرض وبكل الأكوان. You see؟ ولهذا الدين، ليش احنا دائما نقول الدين صناعة أنوناكية؟ لأن الدين طاقة ذكرية ها مسيطرة من صناعة الدراكونية، لأن الدراكونيين عندهم الطاقة الذكرية، السلطة، السيطرة. طبعا ولهذا أنتم تجدون بالدين دائما المصطلح الذكري، المصطلح الذكري. فوين الخطأ جاي يصير؟ بالشرق. بالشرق منزلين المرأة كثيرا كثيرا، ماخذين حقوقها. النقاب هذا، انتبهوا، النقاب هذا إسقاط لطاقة المرأة. النقاب، الحجاب، كل شيء، كل شيء يجب أن يكون هناك تساوي، تساوي تماما 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 حقيقة. لأن هي التكوين، شوفوا شبابنا، التكوين مؤسس من الطاقتين. يعني إذا ما موجودة الطاقة الذكرية، الطاقة الأنثوية، ما تقدر تعمل أي شيء، impossible، ما تصير، ما يصير تكوين. شوفوا، وإذا الطاقة الأنثوية مش موجودة، الطاقة الذكرية ما يقدر، لأن الطاقة الذكرية قلنا المخطط. طيب مو الطاقة الأنثوية غائبة إذا مش موجودة، فهو ماكو خلق. حتى كلمة حواء، انتبهوا انتبهوا، حواء هذه بالأديان دمروا سمعتها ككلمة موجودة، أنه أنت تحبلين وأنت فيه اللعن على المرأة، موجودة بالأديان، موجودة بالأديان، بالعهد القديم، بالمسيحية، بالعهد القديم وبالإسلام. عندما تولدين كلك ألم وكلك وجع، وأنت فيه لعن على المرأة، وزوجوهم ها ومتاع، هذا إسقاط للطاقة الأنثوية وتخريب المجتمع. انتبهوا انتبهوا إلى الذي يقوله. نعم، تخريب، تخريب، هذا تخريب تام. فالمرأة المحجبة المنقبة خطأ كبير. ليش؟ لأنه هنا تقليل لطاقة الخلق. شوفوا، من الأسرار اللي أريد أشاركها معاكم، هاي مهمة جدا جدا جدا، هاي الأسرار. ليش هيك عملوها الدراكونيين؟ لماذا نزلوا من طاقة المرأة؟ لأن هاي الطاقة خالقة. الدراكونيين يعرفون هذا جيدا، إذا يعطون حرية وتساوي فهم يخسرون، لازم ينزلون المرأة لأن هي فيها عدل الخلق حقيقة. فجابوا الدين ونزلوها. نعم، تنزيل بالدين، هذا تنزيل. فعلى المرأة أن تفهم أنها خالقة، بس انتبهوا مش تتكبر. خطأ، أكو قصص لو أحكي لكم بالدول الغربية بالشرقيين الصار، أوف 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 أوف، تنصدمون. المرأة يعني الشرقية من تهاجر إلى الغرب، ها عندها غضب باتجاه الرجل وغضب باتجاه المجتمع، والغرب يعطيها حقوقها بس هي ما بتعرف، أقصد ما دارسة هاي العلوم، فهي كانوا تريد تثأر، فرايحة للغرب، الأوروبا، ألمانيا، كندا، بريطانيا. بس هذا خطأ، هي عملة المرأة الشرقية. وبالزواج يعني شرقي وشرقية، ها عايشين خلينا نقول بأوروبا، فالشرقية يعطوها حقوقها كامرأة، فهي تكبرت على الرجل زوجها، تكبر، وآني 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 وآني، ها وصارت تعالوا شوفوا الطلاقات، تعالوا تعالوا شوفوا المشاكل هاي. من تتكبر الرجل الشرقي ما يقبل، ما تصير، يترك لها البيت، وصارت الطلاقات. شوفوا الخطأ، ما تصير. وبعدها أريد أن أناقش هذا الأمر وياكم، بعدها استغلت
حقوق المرأة استغلت بالاتجاه السلبي، فأتوا بالدول الغربية حقوق المرأة، ها معروفة حقوق المرأة حقوق المرأة، بس الصانع لدراكونيين حتى يقللون من طاقة الرجل. انتبهوا انتبهوا، هذا أمر مهم. فبالغرب رفعوا كثيرا حقوق المرأة حقوق المرأة، الرجل قلت يعني قلت الطاقة عنده. انتبهوا ايش صار هاي بالنساء الغربيات، أصبحت المرأة الغربية تشتغل يعني بأعلى المراكز، ها بس اكتشفت هي خطأت. ليش؟ لأنه ما تتزوج، تريد زواج ماكو. شوفوا شوفوا انتبهوا، ليش؟ لأن صعدت أعلى. فنعم عندها مال وعندها درجات جامعية عالية، بس تريد زواج ماكو. الرجل الغربي ايش عمل؟ الرجل انتبهوا انتبهوا ايش سوى الرجل الغربي، تعرفون هاي بالدول الغربية صار الرجل الغربي، انتبهوا الى الذي اقوله، الرجل الغربي راح للنيبال للنساء بتاع تايوان النيبال، هاي الدول اللي يقال فقيرة، وقاموا بجلب الزواج منهم. وذيك بالنيبال، ها دول يعني فقيرة، هاي بس تريد تروح لأوروبا تعيش، ها فتعطيه الابتسامة والملاطفة، ها حتى تريد أن تجذبه. فقمنا شفنا ها غربيين رجال وأزواجهم من النيبال من جنوب شرق آسيا، وكثير المرأة الغربية خسرت اللعبة من الدراكونيين بتصعيد المرأة. هو خطأ، هو يجب أن يكون تساوي. اذهبوا إلى الشرق العملية معكوسة، صعدوا الرجال ونزلوا المرأة، أيضا خطأ. شوفوا شوفوا جاي تنتبهون. فكثير أكو نساء غربيات كثير كثير هنا بالغرب كثير مش متزوجات ويريدون الزواج وماكو، وهي عندها يعني عندها عمل بس ما تفيد. وقسم أريد أقول لكم حاجة، قسم من النساء من صعدوا أعلى المراتب تركوا المراتب يبحثون فقط على رجل، تركوا قال لك مرة نحن نريد عائلة نريد أطفال، موجودة قصصهم. فشوفوا التلاعب بالطاقات، فهي استغلت بصورة سلبية حقوق المرأة، يعني هم حقوق المرأة حقوق المرأة، بس هي صناعة دراكونية من أجل إسقاط طاقة الرجل. بالشرق العكس، أخذوا سلبوا حقوق المرأة إسقاط المرأة وصعدوا الرجل، ما تفيد ما تفيد. بالزواج يفشل، شوفوا بالزواج مثلا إذا رجل صعد على المرأة يفشل الزواج، إذا المرأة صعدت على الرجل يفشل الزواج، بالعمل يفشل. أي لأنه الكون هو التساوي، شوفوا شوفوا بالطاقة الذكرية والطاقة الأنثوية. فعلى كل امرأة تسمعني بالشرق يجب أن تقوم بإيقاظ النساء حقيقة، لأن هذا الأمر جدا مهم. لكن تقول المرأة يعني الواعية مو هي تتكبر على الرجل، لا لا لا، خطأ كبير خطأ كبير كبير. شوفوا وين الخطأ، انتبهوا خلي نناقش هذا بعمق. روحوا باليوتيوب بالإنترنت وشوفوا التعليقات، دائما الرجل يتهم المرأة، انت خنتيني هاي بالزواج وبالعلاقات، انت الخائنه، وهيك عملت فيا واخذت اعمالي واخذت بيتي واجتني جميله بالمكياج وعشنا سنتين، وهيك عملت، والنساء خائنات. هذا صوت الرجل. ها روح على المراه بالانترنت موجوده هاي القصص تعليقات، المراه جايه على الرجال كلهم خائنون موجودين، الرجال 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 الرجال، زوجي هيك عمل، ابوي هيك عمل، اخي هذا، هؤلاء لا تثقون بهم. هذا صنع دراكوني تقسيمنا، في حين احنا روح وحده كما انا قلت بمقدمه الفيديو كله تقسيم. فالرجل يحترم ويقدر، شوفوا ها المرأة كروح، والمرأة تحترم وتقدر الرجل كروح. في حالة الزواج إذا تزوجوا، إذا ما صار يعني مثلا عيش ها تلاؤم، يبقوا أصدقاء بدون التهجم وبدون، لا خطأ. كل شيء بالحوار، كل شيء بالتحاور.
وكل شيء بالتوضيح، مش بالخصام، والمرأة تلوم الرجل والرجل يلوم المرأة، وأنت السبب، وبعدها المرأة تقول لا أنت السبب، يصبح المجتمع بهذا شنو، بتجزئة. فالمرأة والرجل بالزواج مثلا، ها، إذا ماكو اتفاق يبقوا أصدقاء، يبقون أصدقاء، يتحاورون وكل واحد يروح بدربه، وهي لها حق أن تختار رجل آخر، والرجل أيضا ها له حق أن يختار امرأة أخرى. الشيء المهم أيضا، خلينا نأتي إلى مسألة العلاقات، انتبهوا رجال، لأن هو هذا كله من العلوم الكونية. الرجل، كل واحد يسمعني، خطأ كبير، خطأ كبير، أنا جاي أحكي من العلوم الكونية شبابنا، خطأ كبير، خطأ كبير، الرجل يتزوج مرأتين أو ثلاثة، كبير هذا جدا، أو إذا هو متزوج يخونها ويعيش مع امرأة أخرى وهي ما بتعرف، خطأ كبير جدا. واحد بواحد، هذا مبدأ كوني، مبدأ كوني، واحد واحد، يعني هو وهي فقط بالزواج. إذا صار طلاق أو عدم فهم، ما أعرف يعني، افترقوا، فممكن الرجل يبحث عن سيدة أخرى، وممكن السيدة تبحث عن رجل آخر، أيضا خطأ كبير بالنسبة للسيدة. إذا هي متزوجة ويكون لها علاقة مع شخص آخر، خطأ كبير جدا، ما تصير، ما تصير هذه أبدا، ما تصير. وان لأن هو هذا اتحاد، هي هاي الطاقة. وبالزواج يكون يعني الانسجامية غير، انسجامية والتفاهم، تمام. بس هذا موضوع آخر، يعني العلاقات العاطفية، بس أنا أريد أوضح على مسألة الطاقة الكونية، أنها طاقة ذكرية أنثوية متساوية حقيقة. فإحنا ليش وضعنا بالفيديوهات الأخيرة، فأكو يعني بجنوب العراق يلبسهم عبي، عباءة، وهاي بالسعودية وبالخليج النقاب، وهذا خطأ كبير جدا. وأيضا قسم من الحالات، ها، المرأة ما تقدر تخرج من البيت إلا بأمر أبوها أخوها، أيضا هذا مو قانوني وخطأ، ما له حق لا الأب ولا الأخ ولا الزوج أن يسجن المرأة، هذا خطأ جدا كبير. أي طبعا، وأنا قلت كل وحدة إذا عندها هاي الفكرة، أو عفوا عندها هذا الظرف، لا، لازم تترك العراق، تترك السعودية، يجب، لأنه السنوات تجري. إذا هي بعمر ال30، هي ايش منتظرة؟ مسجونة، شنو المعنى؟ يعني أوكي، أنت عمرك 30، طيب صرتي 31، صرتي 33، صرتي 40، شنو تبقين بالعباءة أو بالنقاب مسجونة؟ ها، الأخ بأمر الأخ أو بأمر الأب، ومرات بأمر الأم بالمناسبة. أي نعم، هناك بالعراق وبالسعودية وبالخليج وبمصر أمهات متشددات إسلاميات جدا جدا، هم يسجنون بناتهم، موجودات هاي القصص. فهذا أيضا ظلم، هذا ظلم كبير. فالمرأة، أنا قلت أنه لازم تقرر وتخطط، تسافر، تخرج، نعم، تخرج من العراق، من السعودية، من الخليج، إذا مسجونة ما تفيد. ليش؟ لأن السنوات تركض تركض تركض، السنوات سريعة. فهي عمرها 30، طيب صرتي 35، صرتي 40، زين شلون؟ يعني شنو بقائك؟ شوفوا، شنو مسجونة؟ شنو المعنى لابسة عباية؟ جنوب العراق يلبسوهم عبي، جنوب العراق، زين يعني شنو إلى عمر 60 أنت لابسة عباية؟ شنو المعنى؟ يو سي، وعندك أنت كل الفرص العظيمة في أنك ها تتحررين. كل سيدة تسمعني، يا عزيزتنا، يا روحنا، يا حياتنا، اعرفي، ها، انت عندك كل الفرص في التحرر، لا تبقين لا بالعراق ولا بالخليج، اذا مسجونة ما تفيد، ما تفيد، لا، خطأ، خطأ كبير 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 هذا على نفسك وعلى روحك. ليش؟ لانه في حقيقتك انت خالقة. بالمناسبة، حواء بالدين، التفسير الحقيقي الذي اخفي، تعرفون شنو حواء؟ واهبة الحياة. هذا في المعاني العميقة، أخفوه أخفوه،
نعم، حواء بالتفسير الروح الكوني واهبة الحياة، ويعرفوه جيدا كلمة حواء. You see، فأنت خالقة، ما له حق الأب. وكل أب وكل أخ يسجن امرأة، هذا مو رجل، مو رجل، هذا مو رجل، وعيب عليه. ليش؟ لأنه يروح الضعيفة، شوفوا، لأنه هو يجدها ضعيفة ويستغلها. لا، هذا مو رجل. الرجل الحقيقي يعطي حرية للإنسان الآخر، يقول لأخته، لبنته، يقول لها: يا عزيزتي، أنت كائن حر، أنت حياتك، واختاري الذي أنت تريه، مو ينصب نفسه سلطان كله بالفيك وبالدين وبالإسلاميات. أي نعم، ويأخذون حقوقها. يحدث بالأردن، الدول أردن، فلسطين، في تشدد بالأردن، هاي القرى، صعيد مصر، الأردن، فلسطين، السودان، الجزائر، جزء من الجزائر، جزء من المغرب، الخليج، العراق. أي خطأ. ولهذا فهو صوتك مهم، أنه توضحين للسيدات معنى الطاقة الأنثوية. بس انتبهوا، انتبهوا، كل سيدة تسمعني، احذري من التكبر على الرجل، لأن أنت تخسرين. انتبهي، هذا أمر، وأنا أقول من العلوم الكونية، إذا صار عندك سوء فهم مع أي رجل، بالتحاور، بالتحاور وبالنقاشات، بدون أنه أنت تتكبرين ولا هو يتكبر. فمن تصير، من تصير التوازنية، ها، ترجع نقول الحياة، المجتمعات هكذا. أوكي، الكون العظيم يبارككم شباب، تقبلوا تحياتنا. إيه، عندك سؤال مهم أعتقد. قلت: هل هناك انتقال جسدي فيزيائي بين الأبعاد؟ مو بين الأبعاد صحيح، انتقال جسدي أو فيزيائي. جدا، أصلا هذا المركز، إحنا دائما أكو مصدر مهم، ما أعرف، ممكن نعتقد برامجنا جديدة عليك. هناك أليكس كولير، شخصية رائعة جدا، أليكس كولير، وممكن أعطيك الرابط بتاعه، هو أمريكي، لكن إحنا دائما ممكن نشارك هذا المصدر، اسمه أليكس كولير. هذا عنده فيديوهات من التسعينيات، يعني شخصية مؤثرة جدا. اتصلوا معه كائنات كونية من الإندروميدان، بس أوضح لك هاي القصة، وأيضا يسمعوها الطلاب والناس، من التسعينيات، يوضح العلوم الكونية وما أخبروه كائنات الإندروميدان. وإحنا يعني إحنا الفصائل البشرية أغلبنا ننتمي إلى كائنات الإندروميدان. أنا اللي أحكي معاك، أنا من الإندروميدان بالمناسبة، وهناك طلاب يعني عملوا سفرات كونية، ونخبرهم مثلا هم من أي عائلة كونية. بس خلي نرجع إلى أليكس كولير، مهم جدا حقيقة. أنا أرى أنه مهم لكل طالب أن يدرس الخبرات العظيمة لأليكس كولير، عنده قناة رائعة وكبيرة جدا باليوتيوب، ويتكلم حول اتصالاته الكونية بالإندروميدان. فأقول لك، هو سحب، هذا كلامه نصا، سحب بالجسد، انتبه، سحب بالجسد إلى مركبة كونية من مركبات الإندروميدان اللي هم يعيشون بالبعد الخامس. ويقول: عندما سحبت بالجسد وصل بالبعد الخامس، والبعد الخامس بعد مو سهل علينا، لأنه الألوان أعلى والأصوات أعلى. فيقول: أعطوني حزام، أعتقد قال الحزام لفوه يعني على بطني وظهري حتى أتعشق، هذا كلامه نصا، أتعشق مع البعد الخامس وهو في المركبة. يقول: بالبعد الخامس هناك اثنين من كائنات الاندروميدان، يعني على اليسار وعلى اليمين، مسكوني عندما أتمشى، ويقول: أنا أريد يعني أن أرى، أحاول أن أرى، بس يقول عقلي لا يستطيع أن يرى البعد الخامس. يقول: أحس هناك حدائق، وأحس يعني هو هناك كائنات، you see، بالجسد هناك. يقول: لكن بالبداية عقلي ما يستطيع أن يرى، لأن عقلي بتاع البعد الثالث. ولهذا يقول: أعطوني حزام حتى أتعشق، يعني جسده، لأن إحنا جسدنا من البعد الثالث، حتى أتعشق مع البعد الخامس.
عاش هناك في المركبة 91 يوم. 91 يوم هو هناك، وهم استغربوا. ليش استغربوا؟ لأنه تصرفاته كانت شوي بالنسبة لهم غريبة، أنه وجدوا هذا ينام، هم ما عندهم هذا النوم، قالوا أنه هذا ليش ينام هذا هيك، شنو هذا النوم؟ على العموم 91 هناك يقابل 18 دقيقة بالأرض. يعني هو راح قال هذا كلامه نص، أنا أنقله لكم حرفيا، يقول عشت معاهم 91 بس ما يقابل بالزمن الأرضي 18 دقيقة. ويتحدث حول خبراته هناك وما أخبروه، كشفوا له مثلا حياته السابقة. الآن كيف سحب بالجسم؟ انتبه، أيضا يشرح هذا، يقول سلطوا علي ضوء من المركبة ومباشرة سحبت. حقيقة هذا كلامه تماما، يعني ولدينا احنا قناة، نحن عندنا سفرات كونية بصوت الطلاب، سحبوا من البيت، موجودة مسجلة وخبراتهم. عملنا جلسات سفر كوني والطلاب، قسم من الطلاب سحبوا تماما من البيت سحبوا. المركبة تقترب باتجاه البيت ويسلطون ضوء على الطالب. هاي عندنا احنا، ويعني احنا اول قناة بالشرق ندرس علوم الاتصالات الكونية، اول قناة، وناقشنا بعمق عميق جدا حقيقة، يعني هاي الأنفاق الضوئية والكائنات الكونية والاتصالات الكونية والسفر الكوني، يعني 600 حلقة تقريبا، يعني إذا درسوها بعمق تحتاج سنتين، ولازم تكون دراسة هيك بعشق وحب. أي هاي الدراسة. ألينا دانن أيضا يعني إحدى الرائدات بالاتصالات الكونية، أيضا عندها قناة، هي من أصل فرنسي أعتقد، أيضا سحبت بجسم كثير كثير. هاي لو تدخل فيها كثير سحبوا بالجسم هناك أنت تكون، ما يعني ماكو، مش موجود بالأرض، وبعدين بعدين يرجعوك يعني. فبس هو ليش أليكس كولير؟ لأن أليكس كولير اتصالاته بدأت من التسعينيات، يعني الآن مع 35 سنة، وهو مستمر يعني بتوضيح الاتصالات الكونية وعلوم الوعي، وكثير كثير من قناته معروفة جدا، شخصية رائعة حقيقة، يوضح يعني مثلا التاريخ الكوني وكثير مثلا الكائنات الدراكونيين والزواحفيين ومن هم مثلا الدروميدان، الاتصالات الكونية. فأريد أقول لك حاجة، هذا أنا أسجله حتى أيضا أنت تسمعه ويسمعوه الطلاب. هناك بالعلوم الكونية يسموها علوم الاتصالات الكونية، يعني أنواع الكائنات، مثلا عندنا البليديان، كائنات البليديان، عندنا مثلا الدراكونيان، الزواحف، الأكتوريان، أيضا مرات يطلق عليهم أكتوريان بالتاء، الاندروميدان، حضاراتهم، اتصالاتهم، هل يتصلون بالبشر ما يتصلون بالبشر. عندنا مثلا فيديوهات نصور مركبات كونية، اتصالات كونية. هناك الكائنات الكونية الأسودية، تعرف حقيقة، وهذه كائنات بارعة جدا بالروحانيات، عجيبين هؤلاء، كائنات الكونية الأسودية، وشكلهم مثل الأسود والنمور بس على شكل الضوء، وكبار جدا، ضخمين يعني مرتين ثلاثة أكبر من عندنا، الكائنات الكونية الأسودية. وأنا قلت أنه أول ما بنى مصر هم الكائنات الكونية الأسودية، ولهذا ترى أشكالهم الأسوديين والنمورين بهذه تماثيل مصر، الكائنات الكونية الأسودية. الكائنات الكونية الأسودية عندهم مركبات كونية باستمرار يأتون بالأرض باستمرار، هم والإندروميدان والبليديان، يعني موجودين بكثرة حقيقة، خاصة البليديان. أنا أقول لك البليديان شغالين عجيبين غريبين بسماء الأرض، ويعني من نجومهم إلى الأرض ما أعرف، ممكن دقيقة،
وحتى احنا تكلمنا بحلقاتنا حول معمارية المركبات الكونية، تعرف، وشنو تصميمها وشلون تشتغل. كثير كثير حلقات، يعني احنا هسه عندنا 1680 حلقة، تعرف. بس اعتقد 3 سنوات الأخيرة خصصناها كلها بعلوم الاتصالات الكونية وعلوم الكائنات الكونية. إذا تدرسها، ما أعرف، يحتاج وقت، وأكو طلاب هسه يدرسوها، تعرف. يعني أكو طلاب مثلا بدأوا صار لهم 3 أشهر، طلاب 6 أشهر، بس فيها عمق، عمق عميقة عميقة. وناقشنا أيضا أسئلة جدا عميقة بشكل، يعني يسألوننا كلها موجودة، يعني الأجوبة. You see، فأكرر، يعني هذا السحب بالجسم جدا بسيط بالنسبة للكائنات الكونية. طبعا سحب كثير كثير كثير، يعني أي هكذا. أوكي، الكون العظيم باركك يا أخونا المبارك. أنت عندك شيء مهم، وأنا أريد أربطه بشيء مهم. أكو شخص من العراق، وهذا أنت أيضا رأى حلم أنه هو في مركبة، بس أنا عندي توضيح لمسألة الحلم. أنت شنو بالله الحلم اللي عندك؟ هذا قبل شهر أي حلمت ان انا بمركبة فضائية أي خذوني، أي وكان تحتي جام مفتوح يعني، أي وفوقي جام، والماتيريال مو فضة بس شيء غريب، ماتيريال غريب أي صحيح هذا المركبة، أي وكانوا الاثنين اللي يقودون كانوا بيض وايد، بيض أي وكان شعرهم رمادي فاتح، أي وقاعد يوروني المكان هذا شنو كان، يعني كان في سلام وأخضر، الإحساس كان زين. انت وايد خارج الارض، شفت الارض، يعني قصدك انت فين مثلا؟ أنا مرتفعة، أنا قاعدة أشوف الوديان، قاعدة أشوف بس الخضرة، انت داخل المركبة. أنا داخل المركبة. زين، ممكن تقدرين تصفين المركبة؟ المركبة كانت دائرية اي صح، اي يعني هي قرص يعني، وتحتي كله جام يعني كنا بانوراما فوق وتحت، اي وقادرة أشوف كل شيء، والمعدن اي هو لا مو لامع ولامع، ما أدري شلون قايل، بس مو فضي، فاهمك فاهمك. اي اي مو اي موجود اي عندنا أصلا، مو صح، موجود. اي ما موجود. اي اي والشابين اللي كانوا قاعد يسوقون المركبة اي ما كلموني، بس يتخاطرون معاي، وما ما في اي كلام. صح، بس انت تعرفين ما يقولوه لك، يعني تستلمين افكارهم. بالضبط، قالوا لي تمتعي، ترى هذه الحياة في حيوات أحلى من كذي بعد، بما معناه. وبعدها فكنت ماذا أطالع حدث؟ بمتعة، هني قمت أنا من النوم. اي هذا مو حلم، هو اكو خطأ البرمجة بتاعتنا، انه دائما يعني احنا حلمنا حلمنا. هذا خطأ جدا كبير، ماكو شيء اسمه حلم. بس اريد اوضح لك، فانا استلمت رسالة ايضا من شخص من العراق، ممكن هو يسمعنا، ويقول ها هو داخل بكثير من، يعني هو داخل بكثير من الأمور الفلسفية، وما كان عنده قناعة بالاتصالات الكونية أبدا. كاتب لي رسالة، فيقول هو يريد تفسير. يقول وبعدها، ها يقول وأثناء هذا أنا كنت أسمع حول الاتصالات الكونية وكائنات كونية، يقول بس أنا ما كنت يعني أراها فيها حقيقة، إلى أن يقول أيضا صار عندي حلم ورأيت مركبة وأنا بداخل مركبة. فيقول لي هل هذا صحيح؟ يعني يقصد أنه يريد شنو معنى هذا الحلم. يقول وبعدها، هاي بالرسالة، يقول وبعدها بدأت فعلا أهتم بالكائنات الكونية ومواضيع علوم الكائنات الكونية. فأنا جوابي لكم، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، هذا مو حلم. الشيء المهم بهذا، هذا إنجاز عظيم لكم. أنت هناك بالمركبة أثناء النوم، انتبهوا، أثناء النوم روحنا وفكرنا يصفى، فيستطيعون سحبك. إحنا من نستيقظ إحنا ثقيلين بالاستيقاظ. شوفوا مثلا أنت بالصباح أو بالعصر أنت تكونين ثقيلة، ما يقدرون يسحبوك، حترفضين حتخافين. بس بالنوم، انتبهوا، بالنوم يصير الهدوء، الروح نقول تتحرر من الماتريكس. فالروح ها اللي هو انت تنسحب هناك، فانت موجودة هناك، ماكو شيء اسمه حلم.
حقيقة. فهذا مو حلم، لا أبدا. ليش مو وفي شيء حلم؟ بس ثاني. لو تسمحي لي من فضلك يا أختنا، ايه تفضل. لو تسمحي لي، لأنه هو يحدث كما أنا أتحدث معك. يعني أنت بمركبة، تقولين يعني أنا بمركبة وأشاهدهم، فهو سحب، وهذا السحب الآن أريد أقول لكم حاجة جدا مهمة. الآن الكائنات الكونية شغالة على هذا الأمر، إنه باستمرار بما يسمى خطأ بالحلم يسحبون الناس حتى يريد يعرفوهم على أنه هناك كائنات كونية يحدث. تعرفين إيش قد ملايين من الناس، يعني هاي حالاتكم، ملايين من الناس الآن يجدون أنفسهم بمركبات كونية صحيح. حقيقة. وهؤلاء الذين سحبوك انتبه هم عائلتك الكونية. لأن إحنا كل واحد يسمعنا، إحنا البشر، إحنا حقيقتنا ننتمي إلى ما يسموهم النجميون الكونيون. إحنا بذور النجوم، إحنا كائنات، إحنا البشر حقيقتنا آتين. حقيقتنا إحنا مو آتين من قصة الدين وآدم وخلق الله آدم، لا، هاي فبركة. إحنا آتين من كائنات كونية. وحتى أنا قلت في حلقات وأريد أقولها لكم، كل هاي النجوم اللي أنتم تروها خطأ كبيرا علمونا، قالوا هاي نجوم، لا، هاي أغلبها مركبات كونية. هاي النجوم مو نجوم هيك فقط وقال لك بعيدة، لا لا، هاي قريبة جدا. وليش مضوية؟ أما تجدون هاي النجوم، أما مركبات كونية، نعم مركبة كونية، أو مدن لكائنات كونية وعندهم الإنارة الضوئية، يعني الطاقة الضوئية عالية، هي هاي سر النجمة. هم غيروها، قال لك هاي نجوم بعيدة، لا 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 لا، هاي جدا قريبة. ولهذا أنتم، أنا أحكي لكم شغلة، أنا من كنت طفل بالعراق كنت أنصدم شيء ما كنت أفهمه. بالعراق إحنا بالصيف ننام بالسطح، معروفة عند العراقيين، ما ننام بالغرف. فأني كنت طفل بالصيف كنا نصعد بالسطح والسماء مفتوحة، بس أنا ما كنت أفهم الأمر. أباوع النجوم تتحرك، أقول هاي شلون تتحرك النجوم؟ تتحرك يعني واضحة. إلى أن وصلنا الآن إلى هاي الدراسات الكونية، واكتشفنا أنه هاي مركبة كونية. هذا شيء. الشيء الآخر، الخطأ أيضا يعني المو حقيقي، أنه يقول لك نيزك دخل للأرض، ماكو بالفيديوهات يقول لك ها شوفوا هذا نيزك دخل الأرض، موجود، هاي فبركة مو حقيقة. هذا النيزك هو مركبة كونية، بس هي تشتغل بالطاقة الضوئية، مو نيزك. ولا يقول لك صخور، اي قالوا صخور كونية تريد تدخل الأرض، لا 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 لا، هاي كلها مركبات كونية. وأريد أقول لكم حاجة يا شبابنا، المركبات الكونية داخلة خارجة في كل ثانية، حتى يدخلون مباشرة، انتبهوا، من أعماق الأكوان وبسرعة يأتون، يعني من نجوم أخرى وبسرعة، تحت أعماق البحار موجودة قواعد لكائنات البليديان بأعماق البحار، يشتغلون عندهم قواعد ويخرجون من البحر، نعم، ويتركون الأرض وبسرعة إلى كواكبهم. أصلا عامليها ما أعرف، داخلين خارجين، الكائنات الكونية خبيرة يعني بهذا السفر، ويدخلون يصلون إلى أعماق البحار. بس هذا موضوع عميق جدا، يعني أقصد مواقعهم. أي هكذا، أوكي، وفي حلمين أي هالشهر حلمتهم، الحلم الثاني أمس أي وقبله بأسبوع، يعني الأسبوع اللي فات حلمت إن أنا بمكان وايد حلو، كان ليل وايد صافي، أي الناس اللي مجبلة علي عندهم نقطة مضيئة في الجبهة، أي وكانوا يتخاطرون معاي من الجبهة، ما كان في كلام، صح، أي وكلهم نفس الحجم، كلهم نفس بيض، الطول، كانوا بيض. وشعرهم اوكي، قلتي رصاصي؟ هذول كان شعرهم شوية على في يعني مايل على الزراق الفاتح، يعني في اي ما تدري هو شنو. هذا بس الحلم هم كان يشبهوننا كبشرين اي باعتقادك؟ كبشري وايد حلوين، اي كان ما في بيننا وبينهم ولا شيء، بس اللي انا قاعد اقول لهم
ودي ما ارجع. هذا قبل اسبوع بس. اليوم 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 بالذات بواحد 11 قعدت من النوم انا زعلانه كنت، لان شفت اهلي على اساس ان هذولي اهلي، كانوا حاطيني على كرسي، كانوا كلهم الازرق الفاتح بنص جبهتهم في نور. الله. في رجل يمي يمكن زوجي بالحلم بالمكان هذا، ايه وقاعد اقول لهم ما بي ارجع خلاص، بقعد بمكاني. ايه بالتخاطر مالهم لازم ترجعين، ايه لازم ترجعين. يعني انا بما معناه حسيت انه لازم ترجعين، لك رساله ما خلصتيها، وانا ما بودع اهلي. انا طيب انت من شفتهم. تقولين اهلك، اي اهل يعني؟ الارضيين يعني؟ شنو لا لا قصدك لا، اهلك؟ هناك انا ها هناك حبيت هناك، ما بي ارجع وما بي انزل للارض. انت شعرتي هم اهلك؟ ايه، وخصوصا هذا الشخص اللي كان قريب مني اي قاعد يهديني ويحط، يعني حاطين علي أجهزة اي مثل ما أدري شنو هو، يعني ما أدري. وكان في شاشات والمكان كان كله أزرق. طيب هاي الأحداث خلال الشهرين هي كلها حثت؟ قبلها ما حثت هاي الأحلام يعني لا بطفولتك؟ ايه نهائيا. طيب هل ايش جاي أفكر بسؤال، هل تعتقدين أنه سمعتيهم أنه أنت تتصلين فينا؟ يعني أنت ليش اتصلتي فينا؟ هل أعتقد هم كانوا لهم تأثير؟ بس أريد أعرف ممكن أنا بيني وبينك شعرتي أي؟ أستاذ، أنا يوم كنت أسمعك السنة اللي فاتت اي بس ما كنت واعية الوعي هذا، اي كنت للحين قاعدة أبحث بالأديان، قاعدة أقول شلون كذي، في معقولة أكوان غيرنا؟ ما كنت مقتنعة، بس عملت لك سبسكرايب، خليتك موجود عندي باليوتيوب. اي أنا من شهرين قمت أشوف هالأشياء، قاعدة أقول لا في عيال، وقمت ابحث زياده. هني تاكدت ان في، لاني اليوم استشعرت ان احنا في وهم، الارض احنا في وهم. يعني لا زعلت على بناتي ولا زعلت على زوجي ولا زعلت على ولا شيء، ابي ايه اكون هناك مكاني ايه الاصلي. ايه فيوم قعدت في النوم قاعد اقول لزوجي انا اول مره اشعر ان انا ما انتمي حق هني. ايه لا بس هسه اي انتم متزوجين جدد هسه لا انتم مو لا هيجي. احنا متزوجين. لا لا بس ابقي هسه احنا شعور. ريدكم تبقون. ها ايه لا، واقول له يمكن يشابهك زوجي اللي فوق، يمكن انت. ايه طبعا. لا هذا ايضا صح. لان الشبه ايه كان ايه متواجد، بس هو الوحيد اللي عرفته اكثر من اهلي، هو لا صح الوحيد. جدا. اي صح جدا. اي فما اعرف هذا النوع شنو، او اللون هذا من اي اكوان، ما اعرف. من الاندروميدان ذولا، اما الاندروميدان او البليديان، خاصة اذا قلتي الزرق يعني، وهذا هم هم الزرق الاندروميدان. الفاتح اي ما له علاقة زرق فاتح او زرق غامق، بس هم الاندروميدان والبليديان ايضا. زين وبنص جبهتهم. قول هل هناك شعر طويل؟ بس اريد اعرف يعني اكو عندهم الشعر شعر؟ من طويل. اي ما اعرف، لان انت من حكيتي لي، بس لو تسمحي لي، انت من حكيتي لي، انا مرات الطلاب من يحكوا لي هالقصص وهالسفرات وهالاتصالات، فانا ياتيني صوت كوني واخبرهم مين العائله الكونيه، فانا جاي يجيني صوت انه انت من البليديان ايه بقوه ياتيني حقيقه. ويعني انا اخبرك هذا الصوت يعني انه من كائنات البليديان، اللي هي يعني من أكثر المتصلين بالبشر، هم كائنات البليديان بالمناسبة يعني. اي نعم أي بس هذا رائع جدا هذا الاتصال. ايوه. وبالتالي شوفي، من يصير عندك هاي الأحلام، أنت تعتبرين أنه أنت كائنة كونية، يعني راح تستقبلين اتصالات كونية، وأعتقد كثيرة من عندهم يعني، لأنه من تكون هاي البداية، بمعنى أنت عندك رحلة طويلة. ليش؟ لأن هم يريدون أنه يعني يعرفوك أنه أنت كائنة كونية، وبعدها زوجك وأهلك والناس، هو هكذا يعني الاتصالات. إيه هكذا، وشيء هذا عظيم يعني حقيقة اللي يحدث بحياتك، مدهش هذا. أكو شيء جدا مهم بالاتصالات الكونية، من تعرفين أنت عندك عائلة كونية راح يعطوك حماية عجيبة غريبة، يعني أنت صحيح تكونين ممكن إيه في حمايتهم تقريبا يعني بهالمعنى. إيه بس هذا شيء جدا مهم، العائلة الكونية إحنا نسميها. فأنت من
من أبناء النجوم، أو هكذا ستار سيد باللغة الإنجليزية. ستار سيد، اي بذور النجوم، صحيح. رائع جدا.